موسى بيحب واحد كان دعي يدل كان يخسران لإنتن لي هرانو شيء سمالة أنا كده بينين عالم كوه حنكي يبين شري ديمقراطية يدور شوين ين بتقليه وان شيء يروح حسوق خصوه حسوق يسوق ملك كله بقول مسعود أنا قول نص على بياش هذا حي أيو دون ينو كبلاه هركا نو جبي حوي ده مديدو صوفا يستهل كل آدي أنا قد هرجع سوحب مودلهين لأنه واحد جراني سينا ضحناي مدحوينها سامي سن خلي الله يدي وقاطي بيرها يجو قاطي لول كي يجو قاطي وحنا أمسيها إيران إنه هيدض هدي على بلي سوق ورتوك تيمي هرجيسة لكن جرادد وحيوجهن إنه لول كوا ضلين هاي لكن هو النف مركي ماشي كبحده ويدي المسار على إحنا وصلت قلي إنه نوريسي ليرنه وقتنا ونسيه قارش ما نحن بدور مدو وكسر كان بلده مقدسه ونروح بنا كوي دون سدوا البقر آدي آد بعض ما تصدق بقول أنت وحنا رمينا كوي ديو بقر سنة نقول هاي ودنا كيو حكتها كان حيس تقال أول حيس إس سي إيو سمالي لان كأرك تذا هذا بالبقران بسم الله الرحمن الرحيم أرك تذا إذا ماشى وحكت عليه مصيبة مصيبة ذا وحويا ولا جب أغسل كري وحيكون عضي تلحمه عدي مركا سمالي لان هجان كو هيسي رونا هانتي إن بدن أنا وان كدي وان كهضلي أركا مسير كسي وحكون ضبيني أنا وان كهضلي وحلو حيالك هكذا عي إيجيري إيه مشكلة يا وإذا كتبنا حكومة دمر كيس تذكر الشعب كها إيه مدهر هذا إيه الله يسي وسير هذا هو يما دينه حدا وحيالك هكذا عي وانا جاقبنا طبعا وحي ضم بيها كذا عي اللي بدو دعوة خسارة كذا عينه وحويا ترى حمدي حكومة ده إيه فشل كي سياسات مدد بدن سو هي سو سعودي أي كل عام وحنوراني مسؤولية ده أنا عدل وغيبين يا مجرد في آخره هو حيسك الحكومة وهجاميو مصبيح وقتك كده ماضي واتي بقرين وحمدريم يا مارك هان الشيء يعني سمة دقن كا سول سنة يعني فكرته إنه دوان مر والبوضة هذا الشأن ريتها كوريدا بين ماها وحويا أنا جو لما كاس سمة ده وصاحب ضي وابتي ضي هل جاء أي كثير أن وحويا وماذا أنو أنا جو كجاب إني إن أنا هرتيت قاله ودكت هيدا كم دهارات كل جود دليل ضد لك أي مصبيحي حكومة دي سو أي كود دلين هرجيسة برع عرقابو حسبي هذا قرن ك هي الشعب يجي دبتاس كل عضي مذ هو اللي بو حويا يجو dadka ka damqanaya meesha jooga umada masiirka ka damqanaya ninkaro waqtigi ka dhamaaday oo ay isleeyeen mala nafis siyaasadeed bad heli doontaan waa ka sii dareysa isaguna uu ka deeyay ba muddo kordhis iyo in waqtiga kursiga si dheereystaan cidiba xisaabtamin oo dagaal dhac uu ka jecla anigu waxaan ku jiray dadkii marka ka qeylinaya madax dhaqameedka isku duruf baan haystay dadkaasi loo laayaa loo laayay waxaan different ku kala duwanahay أنا جو يحيي حكومة دون قدر سواء حيران شرط حكومة دواس أما بدهارات هلا جود له وذاك تيجي دكمة عيلف وين إيو عرقابو وحلا جود له إلا يدولد دكود الشيء إلا ضد أن لبعضن كيرين قف كستي دشنا وحيران شرط هنور عاص هذا عدالة سميري سواء حيا هيد دت كي اللي يقول لين إيه إن 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 لا صعود إديب كا يكعبون كا كيرين هذا يكان كابستي إنه يكانتو أو شرع جهر كانت عدي جيستي إلى يدان حكومة ضوء أصل دي دتكو حمبي ويشن لها لكن دتك ترى لا لك بقولها لك جارية أنت هالك إن يرى هذا أن هدي على بلي هاي عدل ما هيو حتى وحويا دي ما يدك يجي باني حتى وكر سورنا أنا كوي جو حبي أولن شري أنا ريف كوي شري دور داقفتا يا مركا تاسي تاوي أو مركا هرم اسم هذا وحنو كم ده يسنا هاي دول مقدتك الشعب كلا جلك عيو وانو كم ده يسنا قطب ككلا وحنو كم إذا يسنا هاي أنا ودي كعذونك يا وان تاجري وحنو أركي دت كني وحني كجيل جيلين إن يسحين ويا صدنا صنادات أي بيرش أنا نو قضيك كهيا نكسر جدا على كلا وراه وحوض يالن وراه وحوض غيب سنو على خليفة حين نفط كجب حد قدم بي ور ولا ليان حوض يالن مركا ظلمك يسلويني دو وحي كيران خسارة فربضان بي كيران مركز سيدة الاج لغيت ظلمك كدعي
waxaan qaba anigu ismadu inaanay igala hayn dadka dulmi ku dhacay way waanu ka wada damqanaynay waanu ka dhibaatoonaynay waanu uga hadal badnaa anigu ismada dadkan dibta ku dhacaysay xataa iyagoo halka ka jira marka halganka talaahana wax baan ku leeyahay oo de arigay talada way naga dhaxaysaa deegaan ahaana uu naga dhaxeeya oo aniga de hargeysa waxba ma wada lihiin laana wax garanaysaa inaad waxna madaxweynaha saamisan xudheeladaydu uu qaatay beerahayga uu qaatay dhulkayga uu qaatay wuxuuna aaminsan yahay inaannu nahay dad haddii alabaley soo guurto kooyto timi hargeysa laakiin garaadadu waxay og yihiin inaannu dhulka wada leenahay sool iyo sanaag iyo tog dheerba inaannu wada leenahay garaad jaamac garaad cali oo shalay u dambeeyey wuxuu cadeeyey wuxuu warday dad baa nala leh ma ignoor garaynayo dadkaana waanu ka wada hadlaynaa marka anigu waxaan ka mid ahay dadka horeba ugala sii wada hadlay yaa haddii somaliland la waayana inaannu iyaga wax wada leenahay yaa haddii la helana inaannu wax wada leenahay oo iyaga ma kala go'i karo hargeysa waan kala go'i karaa laakiin de saddexdan gobol xaafadahayga baa isku jira guryahayga baa isku jira dhaqan wadaag baanu nahay somaliland oo kale waa iska sii xignay marka anigu waxaan ahay dadka fahansan halgankana wax ku leh kana shaqaynayay yaa aniga yarra kaloo fara badan ama miidiya ha ahaadeen ama cid kale ha ahaadeene halganka waxbaanu ku leena yaa waa tahay sidaan ognahay xisbiyadii mucaaradku way hadleen waxaana ka muuqdaa qaab siyaasadeed ahaan fikri in muuse biixi la fikriyeen ama xukuumadda xilligan jirta aragtidaada ciidamadiina way joogaan magaalada laascaanood oo dowladta deegaanka goojcade iyo deegaano kaloo maraaga iyo meelo badan bay fadhiyaan bal aragtidaada boqor ahaan maadaama deegaankii sheegtay in sheegtay inaad kala fikir tahay isimadan sool sanaag yahay horta annagu sool iyo sanaag iyo tog dheer markaa idhahdo anigu yaa sida dee gobolladii jiri jiray marka laga hadlo dee amba waan la bixi karaa magacyo kale waan la bixi karaa laakiin waxa garta ku soo wadmayso waa sool iyo sanaag iyo tog dheer oo naga wada dhexeeya oo annana aanan doorkeeda dafiri karin iyana dafiri karin waan aaminsannahay inaan wax wada yeelan karo oo haddeer lafteeda wadahadalkooda iyo arrinkooda uu noo socdo oo iyaga laftoodu dee dad kale irdhaynaya maaha laakiin waa naf markay meeshay ka baxdo weyday duruufta tan iyo kacdoonkani way ka fursan waayeen nin garaadi ma jecla dadkiisu inuu dhinto weliba waxaan kuu sheegayaa inay ka xumaayeen garaadadu dadka xaggaa ku dhimanaya ee ka soo horjeeda ee koomba waad arkaysa garaad jaamac garaad cali shalaytis uga hadlayay marka waa dad dalka iyo dadka la jecla ka leedahay oo wadale weeyaan baanu arkaa waa gartay boqor marka aragtidaada ciidan ahaan iyo kulley xiisadii waxaa la moodaa inay weli taagan tahay maxaa ku talin lahay horta ninow anigu horaan uga hadlay horaan uga hadlay waan sheegay xataa inuu dad layn doono inuu ku socdo dictatornimo iyo xasuuq waraysigii ugu dambeeyey allah naxariistay sayidninkii la odhan jiray layga qaaday waxaan isleeyahay aayadda xagga ilaahay ka soo degtay bayhad waan ka hadlay waan sheegay inuu xasuuq ku socdo xasuuq isagu meel kaleba uma socday anagu noo socday anagu waxa weeyaan dadka la yidhaahdo haddii alla beesha dhexe ayuu doonaya inuu ka bilaabo aniga iyo beesha garxajisa aan ugu weynaanaya intaa habar jeclahay aniga i raacsane labadaa beelood un buu lahaa horta miduun isku tijaabi harkaan uga bixi weeye annagu aad ogtood dee intaan iska dhigay ushii ayaan debedaha iska fadhiistay dee mididuu soo faystay halkuu la aadayey markii dadkani u kici waayey oo xisbiyadii ka dareemi waayey oo dadku laayay laga dareemi waayey oo doorashadii uu diiday inuu qabto ka dareemi waayey somalilandna laba shay quri iibin jirtay caalamka waxaanu ka iibin jiray dimuqraadiyad iyo doorashooyin iyo nabadgelyo labadaba cid ugu meema hubkana isagaa qaato dadka laayay khaatumana ma bilaabin oo dadka ma layn laga soo bilaabo mudaharaadkii dadkii firimbiga sitay hubkoodu firimbiga ahaa uu laayay isagaa bilaabay xadhiga iyo caburinta iyo mashaakil kaleo dhan isagaa bilaabay hadda waxaa la arkaysay oo kale wariyayaal wariyaashii ugu qaalisanaa beeshan aan u ka soo jeedo bakayle iyo teere iyo laascaanood bay joogeen dadkani dad cuqdad qaba maaha dad isaaq la dagaalamaya maaha dad dadka deegaanka la dagaalamaya iyagoo dadkoodii ay ogyihiin dad beelahan ka soo jeedeen ayay direen bay iyagu u tageen halgankay wax ku leeyihiin way la shaqeynayan cadaalad darraday ka gelgesheen yaa waa raggu isaga dalka ka eriyey ee uu diiday inay ka shaqaystaan oo ku noolaadaan
مركا أنو عيدا مدى جوغي ستيدا وحن قبا مسؤولية ديدا وحي هالكا كحمادي مرهوك هوري هورتا بيالا هام بانو لعنا بياشا دي حمركا ليادو مركا حكتنا موسى بيحبا وحا كان دعي يديل كان يخساران اللي انتن لك ومر والبال اللي قام ماري سنجري داهر يالوا دو قيدو مركا نبتو كدل لعنا عيدا مدى سوكا صغاتي وكلا صبحا مردد كرهالي هاي بوتيقي لا سعانو دان بدل انا وي حكومي جرتي مر باي جرتي سومان لان حكومي ماران عيدان حكومي جرتي مردد كتشان جرتي مر والبعيدة ايمان ايسا بدل انا داد كان رابطان كيسي كو ايمان ايسا سومان لان وي كتغيس مانت انا قو حنا امسان هو قران ايا عقلي هل كاسي موسي يالا ايو وضو لي حوق بان كو مسلمين ايا انو عقلي حمي ايا اذا ماذا سوحي وچوغانا اني كبير ايا اسلوينيتا لانو وحن دون ايا نكوش ايا مثل باوحي هذا في سيرة دروس وعبر ايو عبر في سيرة دروس وعبر تاريخي هوري هدي لغا شاك ايو عشرين ويكوچران عبر غادشين ويكوچرتان بيلا هرش حساق مركل هذا بيلا هو كبير كحن بانو أنا قوي وانو كسوة شبنا وانو سومره أنا قاعد أذكر كيبو علي أروسها يعني براد الرحمن أبوها نين حب يقود سبدي أبوها حتى مركو دولة بعيدة ولا ليه سوء عيد وحجة مركو دولة يوحلي ورمي عيد وبهنين وحيلي فرس كي ما يدل يا عبد فار حضانها يستوب محام بعيدة وقبهنا يبي ودي سوت شابني علي بره أن نكهر إنه مركا قود وينو بعيدة الله سمنا ايو هول جلي وحكود ولي احمد جراد حولي ولا قاعد ده يهيب وصار دعي قول بهري ده ده وحي هذا انه اسكك هذا حولا اسكك عيسانو انه اسكك تجنو الله ينا كل دقة عالمين الشرف ينو يرى ما يسهى استي قبل يقولوا انه هجاج ماي هو ده هسه تبلاك اسلويني ده هسه ايك ده ده وحي لي ورني ما كلا بيه طبعا عشاء انسجنو علدا بلا الله بيه هذا لبكو دافسيه أريد هدان لبيه تبان لازم يقولي هاي دتكو كله اللي فوين سنة هدان لايه هجر آدم ونحقق جرات كله اللي قدامي لبي مية سكت مركه وجبي قاطرين يا أنت اللي جد بيجي مسدوس أو علكي اللي سوكري أحمد جرات ودارا عند كم مغنى يروح على كحادين بقمل جسي تغير أو يسقو تاتك تي ورجي مية بالي يا عندنا يقام ضم بيسوي عندنا يقام هو الرئيس مركز جبي قاتري وحي خسارة كل عير هيرك وجبي وحكاية صغاتي دتكو كلا اللي فوين سنة هدان لا يي هجر هدان حاجة جرات كل دك اللي قدمي اللي بمية ساكتة وعقل كبير عن حكمة كل سنة بوها ما أنت وحكاية جاية إذا ما دي سومال الآن أنتو كاني تكرق يلا سعانو دوري بويلي هدنا أفر كوني يشم بقوله جرات دو وطان مقالو صغرا دبنا مركزية هذا نوع صفيني يا والله ينيا داره ده دم بكسو عسمي يا وحصلها سيدا إن أدرك على أراس أيو دونا يا إنه هاس ولكن أنا قد دت كي تشابة صوم مرانو نهاي عقل الحمر دم بسويت شابني أنا قلنا قدر شيء إنك أنت واحد لي أنا عارين بعسيه ماشي عيار لقتهم يجي أنت يمك هي سيدي عصر كيني دي قلايو عسيه عيار تمي عوض حركة مسكلة ميرس عقل حمديسو وتأوي العيدا كأنت أس بقول يس ديت كيلومتر وسوق حيو ديجان كي يدت كي يفهم لي كيف سوق حي هل كاير دعنا هقول هذا جنة هي ما دوا حول بهالك كلها دجال ما وعقل يا نقول نسوت شيء منو صح ماها وحنا نقول أركا هران وشيء كي خسارة عندي عبارة هذا العيدا كسوق هذا كين أوب حاجة وده هذا هالجو دياريو كان هذا ده كويس عنين وده هذا الإيران إني سوفريستان وقرتو ذا أخريستان إيه ده خسارة نعم ولا على النمو إن لقوله ما يسوي مدحويني مصبي هي وحلة تلين أي أي أركايا لي بريح ما أنتنا حل كوه حنو أركا عيدا كسول الرؤوك تجا ومدنا لودا يو صد الصندوق بين الكبري ورسامي غيب سيام وذا هذا اللي ما أنت مر هذه الدت كني مركي هرونا ربيتان كده كوي ما دين ما أنتنا أي كده جين مسير كده يدنو هذا إني كتشرطان يجا يوحي وحلاله يا طبعا أنا جاوب كلام مركا يا هذه إلى سومنا لأن سجى بربوري هرانو شجى سومنا لأن أنا كده بينين أنا قوي أنا وضعت شنو ضد كي يجوا بلادنا كده حياة مر وربع أنه مسير كي يجوا وضعت شنو كنا ضدنا وكوا صعنا شعب كنا وكوا صعنا شعب كنا علماها وكوا ورياش تجي يجوا هيلنا يي حق هذا كير هذا نيا مركا وحنو أركا حلكو إنه كشروا النبي قليه كشروا الدنت كشروا عقل كشروا
waxay dhintay dhintee ciidanka inuu kaxayo oo geeyo waan huba inaan muuse la hadlin muuse sharciyadu Soomaaliland ku metelo ma haysto oo waqtigiisu ka dhamaaday dadkan waxa suuqayna labada docod ba way yihiin haday garaadada iyo beeshan dhulbahanti iska bedeyso dadkiyagii uu intuu halka keenay ku xasuuqay ee ku laayay ee geergo anta keenay annaga ayaa ama maxkamad caalami ah ee meel walba la daba tagay inaan ka hareynin even haday dhulbahantayadu war annaga inta aan amaan ku ilaaxtayado annaga ayaan caalamka inaan kala hadalo dulmigan u geystay inkastoo aan aaminsanayn caalamku iyadoo reeriyada la iska rido mooye inaanay caalam waxba ka rideyno intaasoo sanada beesha caalamku lahayd oo doorasho qabo dibaatan waan hubaa inaanay dhacdeen hadduu is-casilo maalintii dhaweyd wareysigan bixiyeen waxaan ku warnaa adar madaxweyne ku-xigeenka xilka isaga dhiib waayo dhiiqadan aad ku jirto mid aad ka saari karayso caqligaagana kaga baxayso maaha boqor marka waxaa jirtaa in etoobiyan soo dirtay niman saraakiil oo la yidhi waa niman ka socda sirdoonka etoobiya sidoo kale wadamada maraykanka iyo qarabada midoobay waxay cadaab isku saareen muuse biixi inuu ciidanka meesha ka qaado wadahadalna lagu soo dabaalo arrinka hadduu diido boqorshe kula muuqataa soomaalilan noocee bay iman doonta bay kula tahay soomaalilan dee anugu waanba sheegay inaan ininka ka dambaynaynin shacbiga kan dulloobay ee iyo xisbiyada tan dulloobay baan odhan karaa anugu waxaan qaaminsanahay tani may dhacdeen anugu hore xisbiyada aad baanu saaxiibanoonay haddana waan isugu dhownahay waa dad uga lix jeclo badan muuse dalkan hoggaanka xisbiyadu laakiin waa rag aan mararka qaarkood siyaasadda intayada qoyskaygu leeyahay serkalkeeda aan ka bixi karin ya oo iyagoo haddii allaba leeyahay isla berito doorasho haddii la qabto oo kale shacbiga kani ya shacbiga kan goosasho iyo waa la idictiraafaya iyo rajooyin bay qabaan marka waxay aaminsan yihiin in haddii aanay aragtiyaha yaree gaaban raacin inaan waxba helin aragtidii iyo rajadii la qabeen cid kastoo qabtayna dee waad aragtaa isaga ninkan hadda haysta dalka ayaa meesha ka saaray marka xisbiyadu anigu umay hadlin sidaan rabay inay u hadlaan maanta nimankii karoorad iyo xeedho iyo muqmad qaadi lahaana maaha waayo xaqiiqdana haddaan la iska indhatirin halgankan batroolka cid kasta ha timaadee waa dogtor ra-iisal baarlamankii baa jooga halkan oo ka hadlaya oo noogu dambeeyey waana runtii waan ku hambalyeynaya inuu shacbigiisa raaco leanna shacbigu matelaya hadday tagaan dee anugu haddaanu isku soo hadhno dhulbahanta aan waxba nala lahayn ya sabab uu noola joogaa ma jirto waana hubaa inuu is markii hore dabkaana qabooshi arrinkaana wax ka qabo wuu caddeeyey in xagga xukuumadda wax looga dhigo nuglaan waayey dee dadku waxay ku qasabtay dadkiisani meeshuu maro dadkan wax ka yahay inuu raaco waana ku hambalyeynaya waana walaalkay waa waxa weeyaan ninka ilmaabti baanu nahay taladaan siinayeyna anayba ka mida inaan idhahdo war dadkaaga raac oo sax baan u arkay marka indho indhana nala joogi maayo xildhibaano kale nala joogi maayo ssc intan ay odayaashu leeyihiin abtiyaday ay degaan haddii ay xukunkoodu gacanta ka baxo ma noqonayso qodob kale etoobiyaankaa yimi iyo waxaa yimi iyo caalam oo dhan oo yimi ya anigu sanad markuu joogaan safaaradaha kan regionka oo dhan aan wax badan arkay waan safar badnaa waxay ii sheegayeen waxaanan ogeyn waa beenaalayna odhan jireen muuse gaaladu sanad intaanu joogin ayay ogaayeen inuu beenaalay yahaan run ka sheegayn wax qadiyado runa uu ka sheegayaana hadda ma jirto marka ma qabo gaalada ku qasbi weyday inuu doorasho qabto gaalada ku qasbi weyday dadkii uu inosatig ahay la laayay inay tallaabo ka qaado maantana inay reer sool ka naxayso wax u qabanaysa ma qabto ma qabo hadday gaalada wax qabanayso wadahadalla loogama baahna annagaa iskayga wada hadlayna annagaa imanayno gobolladan la leh oo hadlayna ciidanka oog hageeyo cid kastoo ajinabi oo ka hadlaysaa
garaadadu kuma dhici karaan anaanba kuleh kuma dhici karaan shacabiga kan iyo dhibaatadu ku dhacday inay dushooda wada hadal ku furaan kuma dhici karaan shacabadu dad garaadadu talada ma lahayn way gudoomiyaan dadkay u go'doominay wad aragtaa oo inan yar iyo inan yar iyo oday iyo cid kasta halka kan dacalkay qabsadeen masiirkooda ninkii dilayay oo dul taaganna inay la dagaalamayay ee duqeynayay inay wada hadal dushooda ku furaan ma doonayaan marka cid kasto international community oo ka shaqeynaysa anigu way ila soo hadlaan waxay hadaan maadaama aad ninkan madaxweynaha isku tihiin isku reer garaadadu abtiyada ay yihiin oo relation wanaagsan ka dhexeeyo maxaad ay ra'yi kula tahay mar walba waan u sheegay waxaan lahaa ninkan waxaanu qoraya waxba kama jiree ciidanka halka hal la geeyo dad isagaan iskaga kaaya dhiban baan anigu fikir ka qabay aniguna dadka mabda'ooda iyo taladooda iyo arrinkooda qarsaday maihiye ciidankaasi oog markuu tago nabadgelyana waa la helayaa wadahadal miyir qabana waa la helayaa shacbigana xumadani way ka degaysaa waxaan sidaa ahayn aan anigu arkaa ma jirto gaal hadday tahay ciidan baanu keenaynaan sax uma arko dad amnigooda ku filan oo taladooda ku filan arrinkooda ku filan waa qabsi kale iyo gumaysi kale cidda ciidan keenta cidda wax qabanaysa international community wax taraysa ciidankan ha qaado isagoo nabad halkiisa hagayso annaga laftayadu de adeer waan aragnaa nin aan ka naxayn baa ciidankan dagaal gelinaya reer isaaqahoo maanta ama somalilanta intan la yidhaahdo ka maqan abtiyadana ha ahaatee de in canbaashaa ku jira